تقديرا للأرواح الطاهرة التي بذلت فداء للوطن وتقديرا للأمهات والزوجات اللواتي فقدن أغلى ما لديهن. شباب سوريا كرموا أمهات وزوجات الشهداء في دار السعادة للمسنين. رغم الجراح الساكنة قلوبهم، شباب سوريا يؤكدون إصرارهم على متابعة مسيرتهم الحياتية وتمسكهم بالوقوف إلى جانب أهالي الشهداء الذين ضحوا في سبيل الحفاظ على الوطن. زهور امتزجت رائحتها بعبق التراب لتشهد قصة الشهيد البطل الذي روى بدمائه تراب الوطن قدمها شباب سوريا لذوي الشهداء. حبينا نضل نتواصل مع أمهات الشهداء وزوجات الشهداء مع أهالي الشهداء بشكل عام. حبينا نقول لهم نحن بنحس حاسين فيكم، حاسين بوجعكم. نحن مجتمعين كونه احنا اسره وحده هون في سوريا، وحابين يعني نشارك الاسر الشهداء وندعمهم بحزنهم هالأليم. أهالي الشهداء أكدوا أن سوريا تستحق الكثير منهم وأن أبناءهم سيبقون دائما وسط الساحات يدافعون عن أرضهم الطاهرة رمز العزة والصمود. صحيح ما في شخص بيتعوض، بس أغلى شيء هو الوطن. الوطن لأنه إذا راح ما بيتعوض أبدا. سوريا بلدنا ونحن ربينا فيها، وقد ما قدمنا لها نحن مقصرين. العطاء لهالبلد، وفاء لهالبلد، وإن شاء الله دم هالشهداء ما بيروح هدر. منعتز احنا ببلدنا، احنا شو فينا بنقدم له بنقدم له من شباب من كل شيء. الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء وللوطن. وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندا الشماط أكدت أن صمود سوريا مرده أمهات الشهداء اللواتي ربين أبناءهن على حب الوطن والتمسك به، كما شددت الوزيرة على سعي الحكومة الدائم لمتابعة متطلبات أهالي الشهداء. نتمنى الجميع يتعلم كيف السورية صامدة حتى وقت اللي كانت عم تقدم دم مقابل انتصار الوطن. بهمنا اليوم نقول للجميع هذا درس كبير لازم نتعلمه. ما عادت القصة قصة تكريم وأم فقدت ابن ونمشي، صارت قصة صبر وتحدي والصمود. أبناء سوريا شعبا وقيادة سيبقون الراية العليا التي ترفرف في سماء الوطن وتحمي أسوار سوريا، أرض العزة والشموخ والصمود.